السلام عليكم، أنا محمد غنايم. من المؤكد أنك سمعت عن يأجوج ومأجوج، ولكن من المؤكد أنت لم تسمع ما سأخبرك إياه. فأحببت في هذا المساء أن أخيف قليلا، ما رأيك؟ لا شكرا. قبل فترة شاهدت مقطع يتحدث عن يأجوج ومأجوج، جاء فيه أنهم يعيشون في كوكب آخر ويدخلون إلى الأرض عبر بوابة زمنية كما نشاهد في أفلام الخيال العلمي، وأن ذو القرنين تمكن من إغلاق هذه البوابة الزمنية بالحديد والنحاس عبر تحويلها إلى طاقة كهرومغناطيسية وكلام من هذا النوع. لن أخيفك، أساسا يأجوج ومأجوج من البشر، يعني ليسوا شياطين أو جن أو كائنات فضائية. لا شيء يخيف سوى أنهم قادمون ليأكلوك. لا بعيد عن المزح، هم من البشر بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، يعني أخرج من أمتك من سيدخل إلى النار. فيقول آدم وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل من كل 1999، يعني من كل 1000 من البشر 999 شخص يذهب إلى النار وشخص واحد يذهب إلى الجنة فقط. تخيل. الآن لو خفت لا ألومك، لأن الصحابة رضوان الله عليهم خافوا، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل إذا كان من كل 1999 رجل سيذهب إلى النار وشخص واحد فقط إلى الجنة؟ فقال ابشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجلا، يعني أغلب أهل النار من يأجوج ومأجوج، 1000 منهم في النار مقابل شخص واحد فقط منا في النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. الله أكبر. قال الصحابة فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. لا إله إلا الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إذا تسأل ماذا فعل يأجوج ومأجوج ليكونوا أغلب أهل النار، ببساطة لأنهم مفسدون في الأرض. قال تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هل تعرف ما الغريب؟ أنهم قوم لا يفهمون سوى كلامهم ولغتهم، يعني إذا طلعوا علينا ما بنفع معهم التفاهم. يعني لو قلت لواحد من قوم يأجوج ومأجوج لا تقتل هذا الطفل لأنه ضعيف، المنطق لديه لا يفهم أنه ضعيف ويراه عدو مثلا، وربما لسبب منطقهم الضعيف بعد مشيئة الله عز وجل لم يفكر أحد منهم أن يتسلق الجبل بدل أن يخترق السد. السد أساسا موجود بين جبلين، يعني تمعن هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروه أي يعلو السد أو يتسلقوه، وما استطاعوا له نقبا أي حفر هذا السد أو اختراقه. هنا لو تمعنت في المفردات، كلمة استطاعوا في اللغة تدل على سهولة الفعل، ولكن كلمة استطاعوا تدل على صعوبة الفعل، يعني تسلق الردم أسهل عليه من حفره، ولكن كما قال الله عز وجل عنهم قوم لا يكادون يفقهون قولا. صراحة الجلسة جميلة في تحليل مفردات القرآن الكريم. وهنا سؤال آخر خطر على بالي، مكان السد. بعض أهل العلم قالوا أنه بين أرمينيا وأذربيجان، وقيل غير ذلك، مثلا أن موضع السد في قوبي الفاصلة بين الصين وبلاد المغول شمال الصين وجنوب مغوليا، وقد وجد السد هناك ولم يعني تزل آثاره إلى اليوم يشاهدها الجغرافيون والسائحون. هذا كلام العلامة الطاهر بن عاشور كما جاء في تفسير التحرير والتنوير، والله أعلم. يعني تسأل نفسك أحيانا وتقول كل هذا التقدم التكنولوجي الحاصل ولم يستطيعوا أن يعرفوا مكانهم على الأرض. نعم، يوجد الكثير من المناطق على الأرض غير مكتشفة، يوجد الكثير من الشعوب تعيش الآن في غابات لا أحد يعرف عن مكانهم وعن لغتهم، يوجد مناطق غير مفسرة للآن على الأرض مثل مثلث برمودا وسبب ضياع السفن به. السؤال لماذا سأبحث عنهم؟ يعني لجولة سياحية مثلا مستعجل عليهم؟ ولا الشخص بلش يحفر هلا؟ أساسا لاحظنا في السنوات الأخيرة ظهور الكثير من الفتن، الكذب، القتل إلى آخره. صحيح، هل تعلم يا صديق أن هذا هو الوقت المناسب لقيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج؟ لازم أسكر المقطع. إجمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قلت وما الهرج؟ قال القتل. يعني فيش داعي تبحثوا عن مكانهم، فقط انتظروا. تخيل عندما يأذن الله لهم بالخروج ستجدهم من كل اتجاه يركضون نحوه. أساسا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فزعا على أم المؤمنين يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأشار بإصبعيها الإبهام الذي يليه. فقلت أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. فتح أول ردم في سد يأجوج ومأجوج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتخيل. ولكن لا تقلق، هذا الفتح في السد سريعا ما ينغلق حتى يأذن الله أن يهدم هذا السد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم في السد حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، ولكنهم لا يقولون إن شاء الله. تعرف لو أن الله عز وجل ألهم أحدهم وقال إن شاء الله، إحنا بنكون جميعا.
جاهزين. في اليوم المحدد الذي سيأذن الله عز وجل بخروجهم سيلهمهم أن يقولوا إن شاء الله، وهنا سيتمكنوا من الخروج بمشيئته سبحانه. إذا خرجوا لديهم قوة جامحة لا يمكن لأي بشر على الإطلاق مواجهتهم، حتى نبي الله عيسى عليه السلام. يعني عيسى عليه السلام يجتمع مع مجموعة من المؤمنين في جبل الطور في سيناء للاحتماء منهم. تخيل، عندما يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون كما قلنا، يمر هؤلاء على بحيرة طبرية في فلسطين فيشربون كل ما فيها، ويمر آخرهم فيقول كان هنا مرة ماء. عندما يخرجون يا صديقي شمع الخيط نصيحتي. الإجرام وصل بهم بعد أن عاثوا في الأرض فسادا وأكلوا كل من قابلوه، يقرروا أن يحاربوا أهل السماء فيطلقوا سهامهم إلى السماء. تخيل، فينزلها الله عز وجل مخطبة بالدماء ليزدادوا فتنة، فيقولون حينها قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. الوضع بطمنش. لذلك إذا تريد الاستفادة من شيء من هذه القصة المخيفة عليك بتقوى الله، لأن المؤمن هو الوحيد الذي لا يمسه يأجوج مأجوج. المؤمن وقتها يحصر مع نبي الله عيسى في جبل الطور، وحينها الله عز وجل هو من يقتل يأجوج مأجوج. كيف؟ يرسل عليهم النغف في رقابهم، والنغف هي حشرة تصيب الإبل والجمال، فيموت يأجوج مأجوج وقتها كأنهم شخص واحد. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، يعني المواد التي تفرز منهم بعد أن ماتوا. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، يعني طيور تشبه أعناق الجمال، طيور كبيرة، فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله، يعني تنقلهم إلى مكان لا يعلمه سوى الله عز وجل. ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض ويتركها كالزلقة، يعني مثل المرآة من شدة النظافة، وهنا يكون أزهى عصر عاشته الأرض منذ عهد آدم عليه السلام. ينزل الله فيه البركة لدرجة أن الأسود سترعى فيها مع الغزاة من شدة الأمان والخير. يعني يكفي أن تكون مؤمن، لو بعثوا وأنت حي حينها ستكون مع سيدنا عيسى عليه السلام وأنت بأمان، وإذا خرجوا وأنت ميت فأنت أساسا عند الله القوي العزيز سعيد بموقعك بالجنة. نهاية والله القصة يعني جميلة ومعبرة، أنصحك بقراءتها كل جمعة من سورة الكهف. أنا عن نفسي استنتجت بعض الحكم من هذه القصة، وأولها وأهمها أن أقول إن شاء الله قبل أي فعل سأقوم به في المستقبل، لا تستهن أبدا بكلمة بسيطة مثل هذه، هذه الكلمة ستجعل حق على الله أن يوفقك فيما ستقوم به. الأمر الثاني، اختر معاركك التي ستحارب فيها. فالمسيح عليه السلام الذي قتل الدجال لم يحارب يأجوج ومأجوج، فكل له طاقة وقدرة، مع أن عيسى عليه السلام هزم الدجال، ولكنه عندما حصر في جبل الطور مع المؤمنين دعا الله فاستجاب له. تأكد يا صاحبي أن الله لا يكلفك سوى بطاقتك. يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني عندما تكون في مصيبة أو ابتلاء تأكد يا صديق أن الله تعالى يعلم تماما أنك تستطيع التغلب على ما أنت به، لأنه لا يكلفك سوى بطاقتك، فقط ادعو الله. فهذا ما فعله عيسى عليه السلام عندما دعا الله واستجاب له ونصره على يأجوج ومأجوج. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.